السلام عليكم، ازيكم يا اصحابي؟ اهلا بيكم في قناتي سيوري ستايل. النهارده هنعمل مع بعض اسهل ديكورات لرمضان لاصحابنا اللي لسه متاخرين. اول حاجه هنجيب الحروف بتاعتنا ونطبعها، وبعد كده نفرغها بالشكل ده. هنجيب قطعه فوم ونقلب الحرف عليها علشان لما نيجي نعبره بعد كده ما يبقاش عليه اثر للقلم اللي احنا بنحدد بيه. هنحدد الحرف كله، وطبعا احنا ممكن بدل ما نطبع الحروف ممكن نرسمها بايدينا عادي جدا. هنبتدي نقص الحرف اللي احنا رسمناه. انا كده قصيته، اعدله علشان لو في اي اثر هتبقى على الظهر. هنجيب شريط ستان او اي شريط عندنا ونبتدي نلزق الحرف عليه بالشمع. كده انا لزقته. هنلزق كل الحروف جنب بعض، حروف كلمة رمضان كريم جنب بعض بالشكل ده. انا كده لزقتها وثبتها على الحيط، وحطيت الوردة الصغنونة دي، احنا كنا عملناها مع بعض قبل كده في فيديو الفيونكات، هحطلكوا اللينك بتاعه في صندوق الوصف. تاني ديكور هنعمله مع بعض، هنجيب قطعة فوم ونرسم عليها نجمة بالطريقة التقليدية اللي احنا كنا بنرسم بيها على طول واحنا صغيرين، وهنقصها. انا كده عملت شوية نجوم كده ملونين، وهنجيب شريط ستان برضو او اي شريط عندنا، او حتى لو مش عندك ممكن تجيبي خيط بس يكون سميك شوية، وهنبتدي نلزق النجوم جنب بعض. كده انا لزقتها وعملت هلال تحت كده لونه فدي. طبعا احنا رسمنا الهلال مع بعض قبل كده في فيديو الفانوس، هنرسمه بالطريقة دي تاني مع بعض. هنجيب طبق وهنرسم دايرة الطبق بالشكل ده، بعد كده هنتهر بس الطبق شوية علشان نكون شكل الهلال. هنكمله بالشكل ده ونقصه. احنا انا هنا رسمته ترسميه على كرتونه، ترسميه على اي حاجه بس تكون حاجه سميكه شويه. بعد كده هتجيب الجليتر. الجليتر نوعين، نوع اللي هو بيبقى سايب ده ممكن تحطي الغيره وبعد كده تحطي فوقه الجليتر. انا ما بفضلوش بصراحه لانه يعني بيتناثر في كل مكان، ما بيبقاش ظريف. لكن النوع ده برضو بيجي من عند بتاع الحدايد والبويات، بيبقى بيلزق من نفسه، يعني ممكن تعملي بلون فضي او ذهبي او اي حاجه. وده شكله بعد ما ثبته. يا رب الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم متنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه، واشوفك